التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، ويسير شوط جديد وهو شوطنا السابع الذي ضمنكم من الابكار الفطامين للمقدمة الى الصدارة الاولى. وهنا الان الشاهينية لعلي بن محمد بن سلطان العويسي تقدمت الى المركز الاول، بينما النقلة مباشرة الى المركز الثاني، وفي المركز الثاني مرضية حمد بن سعيد بن راشد العويسي، بينما تقدمت الى المركز الثالث. وهنا في هذه اللحظات من تقدمت ووصلت مشاهدين الاعزاء مطر بن احمد العبيد اذا صح التعبير، بينما ناخذ اللي تقدمت وهذه اللحظات شهب سلطان بن حميد بن حمد العويسي، بينما نراقب هذه حذاري لجاسم بن خليفه بن خميس العمري. هذه هي النتيجه والنداء للمراكز الاولى المتقدمه، لكن نعود الى شعار كراع المرضية. يتقدم حمد بن سعيد بن راشد العويسي في مقدمة الشوط، مقدم لنا مرضية، بينما تحركت في هذه اللحظات تحركت وتقدمت شهب لسلطان بن حميد بن حمد العويسي. روح ونراقب هناك، هناك الشاهينية علي بن محمد بن سلطان العويسي، الثلاثة الثلاثة ما شاء الله وتبارك الله، طارا واقلعا ما شاء الله وتبارك الله. الآن الشاهينية، الشاهينية، ولكن هنا، ولكن هنا تقدمت أوصلت شهب سلطان بن حميد بن حمد العويسي، راعي الأندلس، راعي الأندلس، ثنائية، ثنائية، الله يا أبو شهم، الله 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 يا أبو شهم، ولكن راح، راح خالك إلى الفوز، راح إلى الفوز، إلى الانتصار، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لسلطان بن حميد بن حمد العويسي على فوز شهب وانتزاعها لناموس هذا الشوط، بينما الشاهينية في المركز الثاني لعلي بن محمد بن سلطان العويسي المركز الثالث. المركز الثالث وصلت اللي مشاهدين الاعزاء حذاري لجاسم خليفه بن خميس العمري. هذه النتيجه للثلاث المراكز الاولى، لكن تهانينا وناموس لسلطان بن حميد بن حمد العويسي الملقب بصلهام، هذا الشعار الكل يعرفه، تهانينا وناموس له على هذا الفوز وهذا الانتصار. التوقيت الزمني دقيقتين و16 ثانيه، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.